بقالنا كتير ما تقابلناش مش كده؟ عشان المطر اللي حصل الاربع اللي فاتوا. طيب في اسئله في البوست اللي انا حطيته على الفيسبوك من زمان كده. طيب هفكركم احنا اخر انا هفتح السلايدز كمان شويه. دكتوره ياسمين هتدخل تعمل اعلان كده فهستنى افتح السلايدز بعد ما هي تدخل وتخرج يعني. اوكي؟ فاللي بياكل يبلعه بس بسرعه شويه. اوكي؟ ابلع مش مشكله. طيب احنا كنا بدانا نتكلم في الواير انتنز. احنا اخر حاجه عملناها المره اللي فاتت اتكلمنا في الانتنا تايبس وانتوا كان في ناس ادتنا شويه اجتهادات كده على طرق التقسيم بتاع الانتنز وكنا بدانا نتكلم على التكنولوجيز بتاعه الامبلمنتيشن وبدانا في الواير انتنز المره اللي فاتت اتكلمنا على الدايبول واتكلمنا على المونوبول تمام وكنا ادينا فكره كده على الفولد الدايبول تمام وبعدين كنت رسمت لكم شويه رسومات للوب اللوب انتنز صح فالاثنين دول ده خلاص ده قتلناه بحثاً ده مش كده ده عملنا له الاناليتيكال ديريفيشن والبولاريزيشن وكل الحاجات دي فمش هنتكلم فيه تاني ده كنا قلنا ان هو زي ده بالظبط الفرق ان الجين بتاعه او الدايركتيفيتي بتاعه المونوبول بتساوي 2 الدايركتيفيتي بتاعه الايه الدايبول او اكتر منها ب 3 ديسيبل تمام والانبوت امبيدنس بتاعه المونوبول بتساوي نص الانبوت امبيدنس بتاعه الايه الدايبول المناظر المناظر يعني اللي طوله ايه ضعف الطول بتاع ده يعني على اساس ان في نص الطول بيجي بالايه بالايمج ثيوري اوكي قلنا حكايه الايمج دي مش كده؟ وقلنا الايمج بتاع الكرنت الاكس الفيرتيكال بيبقى عامل ازاي والهوريزونتال والانكلاين صح؟ طيب الفولد الدايبول كنا قلنا ان هو عباره عن دايبول انتنا بس طولناها وبعدين رجعنا لفيناها وقفلنا البدايات والنهايات بتاعتها زي ما انتم شايفين كده فهي عامله حاجه من اتنين يا اما اتنين دايبولز جنب بعض ولحمناهم من فوق بس واحد فيهم بس هو اللي دريفن يا اما لوب وحد ايه بططها يعني تمام وكنا قلنا ان دي عندها اتنين مودز كومن وايه وديفرنشال صح الكومن مود ده اللي هو عامل كده تمام فده عشان كومن مود الواسطه اللي كانت هنا دي بتتفتح وتبقى كانها ايه اوبن سيركت تمام وقلنا ان المود ده ممكن نسميه ترانسميشن لاين ايه انا اسف ده الانتنا مود الديفرنشال مود هو الايه ترانسميشن لاين مود ده كده بلس ماينس بلس ماينس واللي تحت ده تمام فده الديفرنشال مود ده بيبقى عنده هنا في ايه شورت سيركت which is consistent مع ان هو اوريدي شورت سيركت يعني مش فارقه تمام فمش هنفتح دي فده ايه ده ترانسميشن لاين مود ده نون راديتيف وده ايه راديتيف مود تمام فده مش بيكونتريبيوت للراديشن خالص ولو احنا خدنا الطول اللي ده عنده لاندا باي 4 مش كده؟ هيبقى هنا الفولتج بزيرو والكرنت ماكسيمم تمام؟ وعند النقطة دي هيبقى الفولتج ماكسيمم والكرنت زيرو. يعني معناها إن الأستاذ ده المود ده شايف انبوت امبيدنس رايحة لكام؟ لإنفينيتي تمام؟ وبالتالي الكرنت هو طبعًا مش معنى إن الانبوت امبيدنس هنا بإنفينيتي معناها إن مفيش كرنت هيبقى دريفن هو بقى إنفينيتي عشان في ستاندينج واي تمام؟ بس الامبيدنس بتاعت المود ده أعلى بكتير من الامبيدنس بتاعت المود ده معناها إن الكرنت بتاع الحالة الأصلية اللي هو الحالة دي الكرنت اللي هيمشي على ده هيبقى مين اللي جاي من أنهي مود؟ الكومن مود يعني أكن الانبوت امبيدنس العالية دي بتعمل حاجة اسمها كومن مود إيه؟ بتعمل حاجه اسمها ترانسميشن لاين مود ريجكشن
دي مش كومن مود ريجكتد، دي ديفرنشال، بس هي ريجكتد لان الامبيدنس بتاعتها اعلى بكتير من الكومن مود. تمام، فدي عامله حاجه عكس اللي الناس متعوده عليها في السيركت، صح، اللي هي حاجه اسمها كومن مود ريجكشن. دي مش كومن مود ريجكشن، دي كده ريجكتد، هي مين الديفرنشال مود اللي هي ترانسميشن لاين مود اللي هي نون ريديت، فانا مش عايزها لو انا شغال على ان ده ايه، على ان دي انتن. تمام، فانا من الاصل مش فارقه معايا دي، وكويس ان هي تطلع ما بتاخدش كارنت، لان اي كارنت بتاخده هيمشي على السلك فهيعمل لي شويه ايه، هيعمل لي شويه لوسز. هو في شويه كارنت جاي بالستاندنج ويف، بس الامبليتيود بتاع الكارنت ده هيبقى ايه، نيجليجيبل كومبيرد للمود دي اللي هي المود اللي احنا عايزين اللي هي تبقى شغاله يعني. تمام، وبعد كده كنا سبت لكم سؤالين كده عايزين نعرف، طيب لو احنا افترضنا ان المود دي تقريبا ما بتعملش حاجه معانا، يبقى احنا الاكسيتيشن اللي بالمنظر ده اللي هو سيريال مناظر للاكسيتيشن الكومن ده، لان المود ده داز نوت كونتريبيوت للكارنت فلو الا مينيمالي، وهي ما بتعملش كونتريبيوشن للراديشن لو المسافه دي اقل بكتير من الويف لينث. تمام، فلما نيجي نبص على المود دي بقى، كنا بنسال سؤالين، ايه علاقه الدايركتيفيتي بتاعه الفولد الدايبول بالدايركتيفيتي بتاعه الدايبول اللي مش فولدد. تمام، وبرده الحاجه الثانيه، زد ان الفولدد دايبول بتساوي ايه بدلاله زد ان الدايبول المناظر. تمام، حد فكر في الحكايه دي؟ او يعني حتى لو ما فكرش فكر دلوقتي وقول لي رايه ايه، يعني انا عايز اعرف الدايركتيفيتي بتاعت ده مقارنه بالاستاذ ده اللي هو نفس الطول بتاع الدراعات دي، نفس الطول بتاع الدراعات دي، وده خلاص بقى اوبن هنا واوبن هنا. تمام، ده اول اقتراح. تمام، مين مع راي عبد الحميد ان ده كده الدايركتيفيتي بتاعته هتبقى اكتر، الضعف بقى عشان ضعف الكارنت، يعني ده برضو زي المونوبول 3 دي بي هاير ذان الدايبول المناظر. نعم، البي انبوت توزعت على فرعين هتبقى نفس الدايركتيفيتي، يبقى انت اخر كلام ايه بقى؟ هي نفس الدايركتيفيتي. تمام، رفاعي نفس نفس الحاجه. طيب حد شايف ان هو هيبقى له نفس الدايركتيفيتي ولا هتبقى اعلى ولا اقل؟ نفسها. كل حد يقول ان هي مش نفسها، مش نفس الدايركتيفيتي، خلاص كله مستقر على الحكايه دي. طيب حد يقدر يفسرها بطريقه مختلفه شويه؟ يعني هو قال هي نفس الباور بس اتقسمت على 2. تمام، لو انا بقول ان هو الكارنت اللي ماشي على ده ضعف الكارنت اللي ماشي على ده، مش المفروض ان اقول بدل ما الكارنت اتضاعف ان الدايركتيفيتي زادت، ولا غلط؟ بس دول 2، يعني هل الدايركتيفيتي بتاعت 2 دايبولز جنب بعض هي نفسها الدايركتيفيتي بتاعت دايبول واحد؟ تمام، الاوبن سيركت نتج عنها ان بقى عندي 2 دايبولز سيبريت على مسافه معينه، دي احنا قايلين ان هي اقل بكتير من الويف لينث. السؤال، هل الدايركتيفيتي بتاعت الاثنين دول بالاوبن سيركت بكل حاجه، المود ده، المود ده اوف اوبريشن اللي هو اللي بيكونتريبيوت، المود ده مش شغال، المود ده هو اللي شغال، المود ده مناظر الاثنين دايبولز جنب بعض، هل دول عندهم نفس الدايركتيفيتي ولا اعلى؟ ولو اعلى ليه؟ ولو نفس هو ناس قال خلاص قال هي نفس الباور بس اتقسمت على 2. تمام، ده التفسير. في حد معترض؟ مفيش حد معترض. طب في طريقه تفسير ثانيه؟ ده السؤال، لو انا افترضت يعني ثيوريتيكالي ان الاثنين دول اتحطوا على بعض، اثنين دايبولز على بعض، يعني كانه دايبول واحد بيسبورت 2 اي، هل مضاعفه الكارنت بتزود الدايركتيفيتي؟ لا، مش كده؟ ليه؟ لان انا في النهايه بدور على الايسوتروبيك سورس اللي اخد نفس كميه الراديتد باور، لو الكارنت اتضاعف الراديتد باور هتتضرب في 4، تتضرب في اي حاجه، ما هو الفيلد هيتضاعف ويبقى باور دنسيتي هتضرب في 4، انا هاخد الباور دنسيتي اللي هو طلعها دي اروح اديها لمين؟ فقيمه الكرنت مش فارقه، ما انا ممكن ازود الفولتج هنا الضعف يبقى الكرنت هيتضاعف، هل ده هيغير الدايركتيفيتي في حاجه؟ مش هيغيرها في حاجه. تمام؟ يبقى الدايركتيفيتي تو ويذن ايه بقى؟ الزياده اللي بتحصل بسبب ان دول مش على بعض. يعني هو بقى عند اكنه بقى عنده افكتيف اريا اكبر. ها بقى بيراديت في اريا ايه؟
من اريا اكبر شويه. تمام. اه لو انا ابتديت اخد الحته دي انتو كونسيدريشن ان هما في فعلا شويه سبيسنج، هلاقي الجين او الدايركتيفيتي زاد شويه. لكن لو انا افترضت ثيوريتيكالي ان المسافه دي اقل بكتير جدا من الويف لينث ساتش ذات ان هما تقريبا بقوا فوق بعض، يعني بقى كان عندي 2 اي بترديت بدل ما هي اي واحده، لا المفروض ان الكلام ده يطلع ايه؟ يطلع واحد. تمام. بس هي يعني ايه بنعملها كده يعني نعمل حاجه زي كده يعني حته كده اكتر. تمام. 1.1 مثلا. تمام. لكن لو افترضناهم على بعض بتبقى ايه؟ بتبقى هي هي. الانبوت امبيدنس جت منين بقى؟ ده في على 2 ومشي اي. كويس؟ هتخليهم ان بارلل ازاي؟ كده يعني؟ تمام. حاجه زي كده. تمام. فكان في على 2 بيدرايف 2 اي. حلوه الطريقه دي، شفتها فين؟ لقيت في حد عامل اناليسيس كده يعني. تمام. هي في النهايه هتدي نفس النتيجه. في اناليسيس ثاني ده مظبوط، ذس از اوكي، فممكن نعمل كده. في طريقه ثانيه بنبص على المنظر ده على انه 2 بورت نتورك. تمام. نطلع السورسز بره كده ونبص على الفولدد دايبول على انه 2 بورت نتورك. تمام. وده بورت 1 وده بورت 2، وحاطين هنا في على 2 وهنا في على 2. تمام. وتبر الكرنت اللي ماشي مش فارق معانا يعني، هنا داخل اي وهنا داخل ايه؟ اي. تمام. وبعدين نكتب معادلات التو بورت. طبعا من السيمتري المعادله الاولانيه هي نفسها المعادله الثانيه. تمام. فهنقول ان في على 2 بتساوي زد 11 اي زائد زد 12 اي، والمعادله الثانيه في على 2 هي زد 1 اي زائد زد 2 اي. زد 11 هي نفسها زد 2 باي سيمتري، وزد 12 هي نفسها زد 1 باي ريسيبروستي، مش كده؟ فالمعادله دي في اسامبشن كده فاندمنتال الناس بتعمله ان الانبوت امبيدنس تقريبا هي الميوتشوال امبيدنس، لان دول تقريبا ايه؟ على بعض. تمام. المسافه بينهم قريبه جدا، فالميوتشوال كابلنج هو نفسه الايه درايف الانبوت الزد 11 اللي هي الانبوت امبيدنس لما تكون الحته دي اوبن سيركت يعني. تمام. فكابروكسيميشن بيقولوا ان ده 2 زد 11 اي، حيث زد 11 هي الانبوت امبيدنس اللي انا شايفها هنا لما يكون ده اوبن، اللي هي نفسها الانبوت امبيدنس بتاعت مين؟ الدايبول. تمام. يبقى دي بقت مين؟ زد دايبول. فيطلع ان في على اي ب 4 زد ايه؟ دايبول، او الطريقه الدفاعي قال. تمام. ان هو نكومباين دول ان بارلل وبيدرايف 2، هي نفس الحكايه لان الاسامبشن ده هو اللي يسمح ان احنا نعمل كده. تمام. بس احنا عارفين هنا ان انا عندي الاسامبشن بتاع الميوتشوال امبيدنس ده. تمام. لو انا عايز ابقى ادق شويه ابتدي احسب الميوتشوال امبيدنس باي طريقه اللي هي غالبا طريقه نيوميريكال، واطلع دي وبعدين نبتدي نشوف زد 11 زائد 1 زد 12 دي بكام بالظبط، فهنلاقي ان القيمه بتبقى اقل شويه من الاربعه. تمام. ما بتبقاش اربعه. لكن لو افترضنا برضو نفس الافتراض ان دي اون ذا ليميت تقريبا على بعض، يبقى ده هيبقى ايه؟ 4. ولو زد دايبول، لو انا بتكلم على لاندا باي 4، يبقى زد فولدد دايبول لو كان ده لاندا باي 2 فولدد دايبول مقارنه بده، قلنا دي 4، يبقى هيطلع بتساوي كام؟ تقريبا 300، مش كده؟ لو ده 75 يعني، لو افترضنا ان ده 75 هم او 73 وشويه، يبقى هيطلع الاربع اضعاف كام؟ 300. تمام. في اسئله؟ في حد مش فاهم حاجه؟ دي مالها؟ ليه؟ لان الديفرنشال مود النقطه دي ستيل شورت سيركت زي ما هي. تمام. لو انا خدت الطول ده لاندا باي 4، يبقى لو عند الشورت سيركت الكارنت بيبقى ماكسيمم، على بعد لاندا باي 4 الكارنت هيبقى ايديالي كام؟ زيرو. يبقى انا واقف باصص هنا ايرريسبكتيف عن الفولتج اللي انا بعمل له امبريشن على الانبوت، انا شايف زيرو كارنت. ففي على اي بكام؟ بانفينيتي. يبقى المود ده هو طبعا ما ينفعش الواحد يقول بدل ما انا شايف انبوت امبيدنس بانفينيتي يبقى ما فيش كارنت هيبقى قاعد هنا، هو بسبب الستاندنج ويف باترن بقى الانبوت امبيدنس هنا كام؟
انفينيتي. ففي كارنت لما تيجي تبص على الكارنت الامبليتيود بتاع الكارنت اللي هو الستاندنج ده كومبيرد الكارنت اللي بيفلو في المود ده اللي هو برضو ستاندنج بس بمود تانية تمام اللي هي الانتي مود المعاكسه دي تمام هتلاقي ان الكارنت ده هو اللي يقدر يعني هياخد اغلبيه الباور فالامبليتيود بتاع الكارنت ويف دي هيبقى اكبر بكتير من دي. ده مش معناه ان دي مش موجوده، دي موجوده بس ايه لولي دريفن يعني مش السورس ده مش عارف يدرايف فيها كارنت كبير ان هو شايف الامبيدنس بتاعتها عاليه جدا كومبيرد للمود دي تمام. في الالكترونكس لما بتكون دايره ديفرنشال بيحسب لها حاجه اسمها الكومن مود ريجكشن ريشيو تمام لان هو بيحب يعظم الديفرنشال مود ويسبرس الديفرنشال مود. احنا هنا عندنا في الحاله دي احنا عندنا العكس الاوبريشن بتاعه الانتنا هي في الحاله دي هي بتفيفورايز الكومن مود اوبريشن فنفسي ان ده يبقى سبرست تمام. ففي الحاله دي الدايره دي شغاله باللوجيك المطلوب للانتنا ديزاين تمام ان هي بتنفسايز الانتنا مود وبتسبرس النون راديتيف او اللي هي ترانسميشن لاين. لان بقى عندي اتنين لو كانوا هم على بعض خلاص هي بقت نفسها، لو بعتهم شويه هيبتدي يظهر عندي الايفكت بتاع الاري. احنا يعني قلنا لما يكون عندنا اتنين elements بزيد عن الاليمنت دايركتيفيتي 10 log n، فانا المفروض يبقى عندي 10 log 2 تمام. بس هو في ضحك كده في الموضوع ايه ان عشان اوصل ل 10 log 2 مع الاحتفاظ بالاليمنت جين لازم تكون الاليمنتس بعيده شويه عن بعض تمام كده اقدر اجيب بال 10 log 2 اللي هي الزياده اللي هي الثلاثه دسم تمام. اوكي طيب في اسئله ثانيه؟ طيب بالنسبه لللوب انتنا، اللوب انتنا احنا قلنا عندنا ترانسميشن لاين شورت سيركت هاخد جزء منه وابتدي اشكله في شكل لوب. ايه الهدف؟ ليه انا بشكله في شكل لوب؟ ليه اللوب دي حاجه حلوه؟ ليه الدايبول كان حاجه حلوه من وجهه نظر الانتنز او الراديشن؟ ايوه اي حد يقول اي حاجه. ايه اللي انا استفدته لما خليت الترانسميشن لاين الاوبن سيركت بقى كده؟ خليت الكارنتس يساعدوا بعض بدل ما كانوا بيكنسلوا بعض، ولما كان زمان المسافه دي صغيره بالنسبه للويف لينث فالباث ديفرنس هو اللي كان تقريبا بزيرو والفيز ديفرنس كان جاي بس من اختلاف الاكسيتيشن اتجاه الكارنت. انا عملت كده طيرت الاثنين افكتس الكارنتس والكارنت المناظر بقوا في اتجاه بعض فبيساعدوا بعض في الاتجاه ده، وحكايه ان هم كانوا قريبين من بعض وعكس بعض وبيكنسلوا بعض ما بقوش اني مور ايه؟ قريبين من بعض. فانا هنا الكارنت ده في ستاندنج ويف باترن على الشورت سيركت لاين، في كارنت قدامه هنا في النقطه البعيده بتكنسله لو المسافه دي اقل بكتير من الويف لينك، وده شرط رئيسي في اي ترانزميشن لاين. لو عمرنا ما قلناه السنه اللي فاتت فده ايه كده ديفول المعلومات، اي ترانزميشن لاين ما ينفعش يبقى فيه كوندكتور والكوندكتور التاني ايه؟ بعيد، يعني ما ينفعش الريتيرن باث بتاع الكارنت يبقى بعيد عن الفورورد باث. هيحصل راديشن على طول، تمام؟ فال ال ال الحكايه دي اللي انا عايز اخلص منها، فهنقول ايه خلاص نبعدهم عن بعض، نبعدهم مع بعض معناها اني هشكل المعدن ده لان انا عايز ابقي على الشورت سيركت، هنا كانت اوبن فمش فارقه معايا، تمام؟ دي شورت سيركت فما عنديش غير ان انا اشكل ده، اشكله اعمله كده، اشكله اعمله سكوير لوب او اي لوب ريكتانجلر اي لوب اي حاجه، المهم ان انا هبقى بعت الكارنت ده عن مرايته اللي كان زمان في النقطه البعيده بيكنسلوا بعض فيه، تمام؟ كويس جدا. فالمفروض ان اللوب انتنا بتراديت على حسب توزيعة الكارنت عليها زي ما ايه ما بصينا على الحالة اللي هنا دي. اوكي؟ طيب حد جرب يعمل التكامل بتاع دي؟ طلعت معاك ايه؟ تمام كويس جدا. فهو اللوب انتنا اكنها لما نتكلم قدام شويه عامله زي حاجه اسمها ماجنتيك دايبول، ماجنتيك دايبول في الاكسس تمام. فالبشمهندس بيقول ان هو ابتدى يعمل الديريفيشن مع افتراض الفار فيلد ابروكسيميشن ان هي صغيره وحاجات زي كده، فطلع له ان الديبندنس السبيشال ديبندنس بيتغير مع لو كانت هي قاعده كده في الاكس واي بلين، فطلع له ان هي ايه؟ ان هي السبيشال ديبندنس ساين ثيتا.
واحنا الكلام اللي اتفقنا عليه المره اللي فاتت بغض النظر عن الامبيدنس دلوقتي الدايركتيفيتي او الراديشن باترن وانس ان انا حددت الفانكشنال ديبندنس خلاص تعرف الدايركتيفيتي او الجين خلاص. فاذا كانت دي ساين ثيتا يبقى هي هيبقى زيها زي الايه الشورت دايبول مش كده. فهي بتراديت بنفس الدايركتيفيتي فانكشن ناقص بس نتكلم على الانبوت امبيدنس. الانبوت امبيدنس عشان نحسبها واحنا واقفين باصين هنا كده بنشوف حاطين فولتج كام الكرنت احنا مفترضين ان هو اي ما نعرفوش لسه عارفين ان في فولتج ماشي كرنت اي. لو عرفنا الامبيدنس هنجيب علاقه في باي احنا مش عارفين الامبيدنس فاللعبه بتبقى ايه اللي احنا عملناها في الدايبول. ناخد ده نحسب الراديتد باور دنسيتي نكامل نطلع التوتال باور ونساوي التوتال باور بنص اي سكوير ار حيث ار دي الموديل بتاع الايه الدايبول ده تمام ونطلع ار على انها 2 باور راديتد على اي سكوير تمام. بي راديت طلع ستيل بدلاله اي فبتطير اي مع اي يطلع الباور الانبوت ريزيستنس بتساوي كذا تمام. القيم المشهوره للانبوت ريزيستنس بتاعت الدايبولز هحطها لكم في الداتا شيت الفورمولا شيت تمام. انا هحطه لكم على الويب سايت بس عشان الناس تعرف عارفه ايه اللي موجود فيه يعني. كويس جدا. كان في حاجه ثانيه كنا بنتكلم عليها كده في البوست اللي انا كنت حاططه لكم اللي هو لو واحد عايز يبتدي يبص على بالنظر كده يبقى عارف الانتنا بتراديت ازاي وما بتراديتش ازاي. يعني هل هي فيها اتجاهات في الفراغ معينه عندها فيها راديشن كانسليشن ولا هي بتراديت في كل الاتجاهات من غير ما يبقى عندها نلز. فكنت قلت لكم عايزين مثلا نبص على الحاله دي فانا هعمل معاكم واحده من الحالات وانتوا جربوا اعملوا الحالات اللي بقى. لو انا باكسايت هي هو سكوير بس مشوه شويه تمام. اللي انا بقوله ده يعني ينطبق تحت سياق البازلز تمام. يعني مفيش حد بيقعد يعني مفيش حد بيديزاين انتنه بالطريقه دي. لكن اللي بيحصل ان انا لو انا انتنه ديزاينر او انتنه انجينير المفروض ان انا لما اشوف شكل الانتنه والاكسيتيشن بوينت بتاعها ازاي تمام من الخبره هبقى عارف تقريبا توزيعه الكارنت فين عليها تمام. فاقدر اقول المنظر ده كده هيراديت نال في الاتجاه ده. فدي مش هتنفع للابلكيشن ده. ليه؟ لان في فاندمنتال ايشو موجود في شكل الراديشن باترن بتاعها هي عندها زيرو في الاتجاه ده. فلو انت مفترض ان ده من ضمن الكفرج دايركشنز لا دور لك على انتنه ثانيه تمام. فلو احنا بقى اخترنا مثلا دايبول طول الضلع بتاعه ده سوري سكوير لوب والسايد طوله بيساوي لاند على 2 تمام. طول السايد بيساوي لاند على 2. انا باكسايت من نص السايد ده وكان في مساله ثانيه او بازل ثاني ان احنا بنكسايت من فين من الكورنر. ها معاكم دي هنجيب بس الفكره بتاعتها وبعد كده يكون ابلايت لاي حاجه ثانيه تمام. المهم بس نوصل لايه الفكره في الموضوع ده ازاي اقدر استيميت مين لاتجاه النلز بتاعه الراديشن باترن من غير ما نحسب من غير اي فورميليشن تمام. فلو انا ببص ان انا باكسايت من هنا ده كان ترانسميشن لاين دي لاند على 4 لاند على 2 ولاند على كام على 4 يبقى ده في الاصل كان ترانسميشن لاين عنده ادي سورس كده هنا وبعدين ترانسميشن لاين كده وهنا في ايه شورت سيركت. الشورت سيركت دي المابنج بتاعها هي النقطه دي تمام من التماسك صح. انا عايز اجيب لاند على 2 كل ضلع يبقى لاند على 4 لاند على 2 لاند على ايه على 4 يبقى كام لاندا صح. يبقى انا هاخد 1 ويف لينث الطول ده وبعدين عايز ابتدي ارسم توزيعه الكرنت ديستريبيوشن على شورت سيركت ترانسميشن لاين طوله قد ايه 1 ويف لينث تمام. يبقى ده شورت سيركت يبقى الكرنت هنا هيبقى ماكسيمم حاجه زي كده تمام. اوكي ونفس الكلام ايه على اللي تحت دي كده لاند على 4 لاند على 2 لاند على 4 صح كده. لو انا هاخد بس الريفرنس دايركشن بتاع قبة من القبب دي والباقي لازم يجي بالاجبار خلاص. يعني ايه؟ يعني لو انا افترضت ان الكرنت كان بيفلو كده تمام ده الريفرنس دايركشن بتاعه ودي شورت سيركت وهو بيفلو كده في الريتيرن باث هيبقى بيفلو ايه كده او اقول ان دي عكسها دي تمام. خدناها كده او خدناها كده دي نقطه شورت سيركت فمن حق اقول ان ده الريتيرن باث بتاعه. طيب القبه دي كده يبقى القبه دي ايه؟ كده ودي عكسها ودي عكس دي ودي عكس دي. حد مش فاهم الريفرنس دايركشنز دي جت ازاي؟
لان احنا عارفين ان كل ما بين كل ستاندنج ويف هامب والهامب اللي قبليها بيحصل ريفرسال للكارنت ديستريبيوشن، فمن هي ساين باترن، فانت مره هنا عند الساين زيرو هنا عديتي وهنا اقل، فالساين اكس بالزائد بالبوزيتيف وبالناقص هتبقى بالنيجاتيف، فده هيرفلكت ان الريفرنس دايركشن بتاعت الكارنت قلبت. تمام كويس كده. ناخد دول بقى ونعمل لهم مابينج فين؟ هنا دي حته طولها لاندا باي 4، دي حته طولها لاندا باي 4 من نقطه الشورت سيركت اللي هي كانت المابينج بتاع الحته دي. تمام يبقى هنحط هنا كده لاندا باي 4 ديستريبيوشن والكرنت ده هيتطبق كده، يبقى بقى بيبص فين؟ لتحت. تمام ودي لاندا باي 2 كده، دي كانت بتفلو اوت من النقطه دي، يبقى الكرنت هنا كده وهنا ايه؟ ده هيبقى بيفلو فين؟ فوق ولا تحت؟ فوق صح؟ وبعدين ايه؟ دي هنكملها كده اللي هي دي، الاثنين دول دي اتلفت لتحت ودي اتلفت لفوق. تمام؟ فدي هي كمان بقت بتفلو ايه؟ لتحت، واللي تحت دي هتبقى عكس دي ودي هتبقى مع دي. تمام؟ كويس كده؟ يبقى ده الكرنت ديستريبيوشن على سكوير لوب طول السايد كام؟ لاندا على 2. احنا بنتكلم في ايه؟ الواير انتنا مش كده؟ بنتكلم في ايه؟ ده ايه اللي جاب منين التوبيك ده؟ دي التكنولوجيز بتاعت الامبلمنتيشن بتاع الانتنا، فاحنا بنتكلم على التكنولوجيز وطرق مبسطه للايه؟ للكاركترايزيشن، عايز بالنظر كده اعرف دي هتوبريت ازاي؟ عايزين بالنظر نقول الامبيدنس بتاعت دي هتعمل ايه؟ احنا ما عدناش نعمل تكامل ولا حاجه صح؟ احنا دي البيلدنج بلوك وكل الديريفيتيفز دي بنحاول نطلعها منها. تمام؟ فاهمين احنا بنتكلم في ايه؟ حد تاه؟ طيب لو انا واحد واقف هنا، انا واقف هنا كده تمام على الاكسس بتاع اللوب، هشوف ايه بقى؟ وانا واقف هشوف ايه؟ تمام هشوف ايه راديشن، زيرو ولا ماكسيمم ولا بالفهلوه كده؟ يعني لو انا واقف كده عند النقطه دي هشوف ماكسيمم زيرو. تمام تمام كل دراع بيكنسل اللي قدامه، يبقى ده بيرديت فيلد البولاريزيشن بتاعه كده، ده دايبول كويس بيرديت ماكسيمم في الاتجاه ده، لكن ده كمان بيرديت ماكسيمم في الاتجاه ده، بس ايه؟ في فيز ريفرسال صح؟ والباث هو نفس الباث مش كده؟ لان النقطه دي سيمتريك بالنسبه لهم، يبقى ده هيكنسل ده وده هيكنسل ده، يبقى اللوب اللي الضلع بتاعها طوله لاندا على 2 عندها زيرو ايه؟ زيرو فيلد في الاكسس صح؟ صح كده؟ تمام طيب ايه اتجاهات التماثل الثانية؟ في اتجاه تماثل ثاني، لو مثلا جيت ببص على الاتجاه ده في البلين اللي هو الاكس واي اللي هو بتاع اللوب، او الاتجاه ده او اللي زيه الاتجاه ده، الاتجاهات دي فيها راديشن ولا ما فيش فيها راديشن؟ تعالوا نبص مثلا في الاتجاه ده، في الاتجاه ده ده بيراديت دايبول وانا بأوبزرف along الاكسس بتاعه، ده بيراديت حاجه طبعا بعيد عند نقطه بعيده ساتش ده تكون الخط ايه؟ بارلل لاتجاه الاوبزرفر بالنسبه لنقطه الاوريجن. تمام ده ما بيراديتش لان الاوبزرفر اللي واقف هنا along الاكسس بتاع ده، يبقى انا هقول لو انا سميت الضلع ده 1 2 3 4 تمام، يبقى لو خدنا ان ده الاكس وده الواي ده برضو احد اتجاهات التماثل. تمام يبقى الاوبزرفر ات اكس رايحه عند انفينيتي مش كده؟ لو انا واقف along الاكس اكسس عند نقطه عند انفينيتي تمام، هيجي له ايه؟ نو راديشن فروم مين؟ سايد 1 وسايد مين؟ 3. ليه؟ لان الاتجاه ده along ذير ايه؟ اكسس مش كده؟ والدايبولز بتراديت ساين باترن، ساين بالنسبه للزاويه اللي متقاسه من فين؟ من الاكسس، فده ساين زيرو تمام؟ يبقى ايه زيرو. طيب السايد 2 4 اخبارهم ايه؟ بيعملوا ايه؟ الاثنين بيراديتوا ماكسيم انديفيديوال. طيب انا واقف هنا دول بيكنسلوا بعض ولا بيساعدوا بعض؟ ها رايكم ايه؟ نعم؟ أنا واقف هنا
قول لي رد مش بمشي شوية هيكنسله. ما هو اللي واقف هنا شاف فرق مسار ثابت عبد الكريم. يعني ايه قليلة قوي بقى؟ ما احنا اتفقنا ان في حاجة اسمها ماجنتيود ابروكسيميشن وفي حاجة اسمها فيز ابروكسيميشن. انا هقول ده بيراديت اي 1 وده بيراديت اي 2 او اي واي داش. في الفار فيلد اذا كان ده الدايبول ده بيسبورت نفس الانتنسيتي اوف ذا كارنت يبقى هو كماجنتيود نفس القيمه لان الماجنتيود فاريشنز في الفار فيلد مهمله. الفيز بقى ينفع نقول ان البعيد ده مهمل كومبيرد للمسافه الفرق دي. ليه؟ لان البعد ده كومبربل مع الويف لينث والفيز فاريشن ماشيه كيف حاجه. واي او اس جي متفقنا اي او اس جي مليون باي هي نفسها اي او اس جي 2 باي. ما اقدرش اقول ان اي او اس جي مليون و2 مهمله كومبيرد للمليون. تمام ما ينفعش. تمام الاثنين مهمله كومبيرد للمليون. يبقى ايه الحكايه بقى؟ تمام ده لوب في الهواء واحنا ما نعرفش نتريد حاجه اذروايز. لو هي برينتد على حاجه ما اقدرش اتكلم خلاص الكلام من اوله كده. ممكن ابتدي ابريدكت حاجات بس ابتدي افكر اكتر شويه. هو الكارنت شايف بروباجيشن كونستانت كام؟ هل هو شايف الفري سبيس بروباجيشن كونستانت ولا بتاع الدايلكتريك ولا سام وير ان بتوين؟ على حسب دي بقت برينتد على حاجه شكلها عامل ازاي. لو هي قاعده في الهواء يبقى هو طالما هو يبقى الهيت بتاع الثانيه معكوسه بتاع الثانيه ليه؟ هاف ويف. يبقى انا طلعت الراديشن من هنا يعني لو انا بجيت ابص على 2 و4 تمام؟ 2 و4 في فيز ديفرنس صح؟ في فيز ديفرنس باي ديو تو اكسيتيشن صح؟ يعني ده كارنت كده وده كارنت كده. طيب وكام ديو تو الباث ديفرنس؟ كي في لاندا على 2. السيجنال مشيت كده وبعد كده انضمت لدي ومشوا مع بعض وراحوا للاوبزرفر اللي واقف بعيد. فبالنسبه للاوبزرفر دي هتوصل هيوصل من دي هيوصل سابق دي بالفرق ده. الفرق ده كي في لاندا على 2 يعني 2 باي على لاندا في لاندا على 2. يبقى فرق الفيز بسبب اختلاف المسار كام؟ باي. باي وباي يدينا كام؟ 2 باي صح؟ يبقى دول يساعدوا بعض ولا يكنسلوا بعض؟ يساعدوا بعض. يبقى الاوبزرفر اللي واقف عند اكس هيشوف ماكسيم. تمام؟ يبقى انا كده بالنظر اقدر اقول ان اللوب انتنا اللي ضلعاها لاندا على 2 عندها فيري هاي راديشن على الارض. لو هي كانت قاعده على سطح الارض كده اللوب قاعده كده تمام؟ لو افترضنا ان اكس واي بين ده هو سطح الارض والزد هو الايه العمودي على الترابيزه دي تمام؟ يبقى اللوب دي عندها فيري سترونج راديشن في اتجاه الايه؟ الجريزنج اللي هو في اتجاه الارض. هل دي حاجه حلوه ولا وحشه؟ حسب الابلكيشن. لو انا كنت بستخدم دي عشان تعمل برودكاستنج وهي مرفوعه مثلا الارض شويه فانا هبقى حابب ان هي تكون بترديت في الاتجاه ده كتير ومش عايزها ترديت فوق صح؟ مش مفيش حد هيستقبل راديو فوق او وات ايفر. تمام كويس. طيب لو جينا يبقى الاكس طبعا اتجاه ناقص اكس زيه. اتجاه واي في فرق ما بينه وبين اتجاه اكس؟ نفس دول ما بيرعملوش راديشن والاثنين دول بيراديتوا ماكسيمالي وبيساعدوا بعض لان الاوفرول فيز ديفرنس بيدينا ايه؟ زيرو فيز او 2 باي فيز. تمام؟ طيب في اتجاه اللي عامل دياجونال ده اللي هو عند فاي لو افترضنا ده الاكس واي يبقى الاتجاه الاوبزرفر ات فاي بتساوي باي على 4. دي ممكن نقول فاي بتساوي كام؟ زيرو او 180. طبعا مع ثيتا بتساوي كام؟ 90. الاتجاه ده ديفايند ده وده ثيتا ب 90 يعني الكون اتفتحت بقت سطح الارض مش كده؟ واتجاه اللي هو ضرفه الباب بتاعت فاي مره كده زيرو ومره كده 180 تمام؟ الواي برضو ثيتا بتساوي 90 وفاي مره ب 90 ومره ب 270 تمام؟ يبقى عند اكس بكذا وسيميلرلي فين؟ عند واي رايح الانفينيتي زائد او ناقص. تمام؟ يبقى لك سواء هو كان واقف في الاتجاه ده او في الاتجاه ده او في واي فوق او تحت هو هيجي له راديشن جاي من اثنين دايبولز بيساعدوا بعض. تمام؟ الدايركتيفيتي تبقى كام بقى اللي هو شايفها؟ نعم؟ لا انا في الاتجاه ده
هو شايف دايركتيفيتي قد ايه مثلا بالنسبه للدايبول ده؟ شايف الضعف صح؟ ليه؟ لان هم بقوا اكنهم اري، بقى اكنهم اتنين اليمنتس على بعد من بعض، فهو هيشوف ايه؟ ضعف الدايركتيفيتي. تمام؟ بس this is yet to be determined، يعني احنا محتاجين نتعلم حاجه اسمها اري فاكتور لسه قدام شويه، ونبتدي نبص على الدايركتيفيتي بتاعت الاري بالنسبه للدايركتيفيتي بتاعت الاليمنت بطريقه ادق شويه. طيب لو انا اوبزرفر واقف عند فاي بباي على 4 تمام، او الاتجاه ده او الاتجاه ده او الاتجاه ده تمام، اللي هي باي على 4 او 3 باي على 4 5 باي على 4 7 باي على 4 اي حاجه من الاتجاهات دي، ايه بقى الاخبار؟ بيساعدوا بعض بس بريشو. اعرف منين هو الاتجاه ده؟ لا هو الاتجاه اللي في اتجاه الاكسس ولا في الاتجاه العمودي على الاكسس. تمام كويس، يبقى هنعمل ايه بقى؟ كويس جدا، يبقى هقول مثلا اي كارنت اليمنت هنا ليها مرايتها الناحيه دي اللي هي مرايتها بالنسبه لخط التماثل ده، لو دي بتسبورت كارنت كده على حسب الاورينتيشن ده، دي بتسبورت كارنت لتحت على حسب الاورينتيشن ده. تمام، انا عشان ابص على الفيلد اللي جاي من اي دايبول في اتجاه بريزولف الدايبول ده او الشورت دايبول او كارنت اليمنت او وات ايفر مره الونج الاتجاه ومره عمودي. ليه؟ الالونج داز نوت راديت في الاتجاه صح، والعمودي راديت ماكسيمالي مش كده، يبقى هريزولف ده برضو واحد الونج واحد كده. تمام، ده وده بيساعدوا بعض بس هما من الاصل دي دو نوت راديت في الاتجاه ده صح. ليه؟ لان ده اتجاه الاكسس بتاعهم، فالكرنت اليمنت اللي هي مركبه الكرنت اليمنت الاصليه اللي في اتجاه الاوبزرفر بتراديت زيرو عند الاوبزرفر. ليه؟ لان ده اتجاه الاكسس بتاعها صح كده، يبقى ما عندهاش راديشن في الاتجاه ده. طيب الكرنت اليمنت العموديه على اتجاه الاوبزرفر دي بتراديت في اتجاهه ولا داز نوت راديت؟ راديتس ماكسيمال، ده الاتجاه بتاع الماكسيمم راديشن بتاعها صح كده، يبقى الكرنت اليمنت دي ودي بيراديتو ماكسيمالي عند الاستاذ اللي واقف هناك ده. طيب نبص على فروق الفيز ما بينهم في الاكسيتيشن، كارنت ده والكارنت ده قبل ما يتحرك في الفراغ هما مع بعض ولا عكس بعض؟ عكس بعض، يبقى في فرق فيز في الاكسيتيشن باي، فرق فيز في المسار بالنسبه للاوبزرفر اللي واقف على خط التماثل ده كام؟ زيرو، يبقى المحصله كام؟ باي زائد زيرو بباي، يبقى عند الاوبزرفر ده وده هيكنسلوا بعض، واي نقطه على الضلع ده مرايتها على الضلع ده هتعمل فيها ايه؟ هتكنسلها، يبقى ده وده بيكنسلوا بعض عند الاوبزرفر البعيد اللي واقف في اتجاه الدياجونال. طيب وده وده نفس الكلام من السيمتري، و3 و4 زي ما 1 و2 كنسلوا بعض 3 و4 نفس الكلام، هناخد اي اليمنت كارنت بتاعها كده هريزولف في اتجاه الاوبزرفر والعمودي على الاوبزرفر، ومرايتها هنا اتجاهها كده هريزولف في اتجاه الاوبزرفر والعمودي على الاوبزرفر، ده وده دو نوت راديت انديفيديوالي، وده وده راديت ماكسيمالي انديفيديوالي بس بيكنسل ايتش اذر باي فيرتشو اوف الفيز ديفرنس بسبب الاكسيتيشن، ومفيش باث ديفرنس لان الاستاذ ده واقف عند اتجاه التماثل. تمام، يبقى ده كمان هيكنسل ده، يبقى الاتجاه بتاع فايبر باي 4 ومش عارف كام ومش عارف كام كلهم عندهم زيرو راديشن. تمام، دي واحده بس. يبقى انا ممكن اقول لو هو قال لي مثلا طب اديني سكتش لشكل الراديشن باترن في الاكس واي بلين، سكتش من غير اي اثبات، مش عايزين لا تكامل اي او اس جي ولا اي حاجه، يقول لي بعد ما تعمل ده بعد ما تستيميت اتجاهات النالز على قد ما تقدر تمام، اعمل لي سكتش للراديشن باترن في البلين ده في البلين بتاع اللوب. يبقى انا هاجي كده في بلين اللوب اقول هنا في زيروز كده وكده، وهنا في ماكسيمم 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 ماكسيمم، تقدير بنقرب كده اي حاجه، حاجه بس تحقق اللي احنا جبناه، يبقى الراديشن باترن عامل كده 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 كده، ده فين؟ في الاكس واي بلين. تمام؟ اوكي؟ يا ما هو انت يا اما انت الونج الاتجاه ده مثلا، فانت بتقولي الراديشن اللي طالع من ده واللي طالع من ده في فرق مسار ما بينهم هو طول السايد. لو هو في الاتجاه ده وانت بتبصي على ده وده، ف
فكل element ومرايتها ما فيش فرق في المسار من التمام من السيمتري. فانت بتجيبيها بالجيومتريكال انسبكشن. ما فيش لا انا قايل لك طول الضلع ده لاندا على 2 صح. فانت انا واقف وفي واحد واقف هنا جاي له راديشن من ده وجاي له راديشن من ده. فرق الباث ما بين الراديشن اللي طلع من ده لحد ما وصل لده كومبيرد لده لحد ما وصل لده هو قد ايه؟ هو الحته دي. اعملي خط يعني كده وخط كده وشوفي الاختلاف ما بينهم فين. الاختلاف ده هو فرق الطول. لو انت جيتي تبصي على كده وكده دول رايحين للاوبزرفر بعيد بس هو على البايسكتور. لو حتى لو قريب هو على البايسكتور صح. فيبقى ده هو نفس الطول ده يبقى فيش فرق في المسار. تمام. في اسئله؟ ده وده ده وده ده 45 درجه فين؟ طيب اللي انا حللتهم تمام. احنا عملنا في الاتجاه والبربنديكل اللي في الاتجاه. لا انا مش هما بيساعدوا بعض بس هما من الاصل دي راديت زيرو. element current element along الاكسس بتاعه هو بيراديت ساين ثيتا باترن مع نفسه كده. هو بيراديت ساين ثيتا. فهمنا ساين ثيتا تجردا عن ثيتا. الراديشن بتاعه زيرو في الاكسس وماكسيمالي في العمود على الاكسس. فلو انا ببص على الكرنت element ده along الاتجاه ده في الفار فيلد الاتجاه ده هو الموازي للاكسس. الموازي للاكسس اكنه هو الاكسس. ليه هيعمل 45؟ هو الراديشن باترن بتاعه هو لوحده كده خلاص. اللي واقف هنا ده واقف في الاتجاه ده. اللي واقف في اتجاه 45 واقف في اتجاه النال بتاع الراديشن باترن. هو شايف حاجه؟ مش شايف حاجه. فاحنا اثبتنا ان الاتجاه ده فيه ايه؟ نال. تمام. والاتجاه ده فيه نال والاتجاه ده فيه نال. انت بتقول بقى المحصله بتاعتهم هتبقى ايه ولا بتتكلم في ايه دلوقتي؟ ازاي هزودها ازاي؟ لا ما انا مفترض ان النقطه دي بعيده كفايه ان الاتجاه ده هو نفسه الاتجاه ده بتاع النال دي. انت عايز تقول ان في حته كده مثلا ففي شويه راديشن ولا ايه؟ لو انا طلعت بره السبوره ولا وانا واقف في نفس بلين السبوره على الناحيه هنا. ايوه بس انا ببص هنا دلوقتي. يعني انا بقول لك انا واقف هنا تقول لي روح الناحيه دي. طب ليه؟ طيب بتغلس عليا يعني. لا انا مش قصدي والله بس يعني انا انا عايز اطلع اتجاهات النلز. فعمال اتحرك بأوبزيرفر واقف بعيد جدا وبيلف تمام. احد الاتجاهات هو الاتجاه ده. انا بأوبزيرف دلوقتي في ده. ما تقوليش روح بص هناك. انا عايز اثبت ان الاتجاه ده فيه. اشمعنى الاتجاه ده بالذات؟ لان ده احد الاتجاهات الجيومتريكال سيمتري اللي هو الخط ده والخط ده والخط ده والخط ده تمام. فانا باخد الاتجاهات اللي شكلها يا هيحصل فيها بيرفكت كانسليشن يا اما لا على حسب الظروف. لو طلع فيها بيرفكت كانسليشن فعلا يبقى ده اتجاه نل. طلع في حاجات بتكنسل بعض وحاجات بتساعد بعض يبقى في شويه راديشن. قد ايه ما اعرفش مش فارق معايا. انا كل اللي يهمني دلوقتي نعمل حاجه كده ايه سكتش للراديشن باترن من غير ما ندخل في ان احنا عاملين نعمل تكاملات. ده الهدف تمام. فانت بتقول الدايبول ده بيراديت في كل الاتجاهات وهو قاعد لوحده في امانه الله كده فاين. بس انا ام نوت اوبزرفنج كل الاتجاهات دلوقتي. انا اخترت شويه دايركشنز اوف سيمتري باوبزرف فيها بهدف ايه؟ ايدنتيفاينج ذا دايركشنز اوف نالز ان ذا راديشن باترن بطريقه كروكي تمام. وايه اللي هيحصل بتوين اي نال والتانيه؟ في حاجه احنا عارفين ان هنا ده راديشن من اتنين دايبولز. هل الراديشن ده هو الاكبر واحد في الاتجاهات؟ لا ممكن يكون الراديشن عامل كده ما اعرفش. يمكن يكون لو خدت اتجاه لا هو الزيرو ولا هو ال 45 يعني اتجاه في النص كده اللي هو اللي انت عايز توديني فيه تمام. ده هيكون بيراديت شويه ده بيساعده شويه بس مش 100% زي الاتجاه ده. بس ده هيبتدي يدخل في اللعبه لان هو ما بقاش ده ما بيكنسلش اخوه اللي هنا 100% برضه. فيمكن يكون الاتجاه ده المحصله بتاعت الاربعه اعلى من راديشن من اتنين. الله اعلم ما اعرفش تمام. انا بقول انا عايز بس اشوف كده تصور لشكل الراديشن باترن. فمبدئيا هو كده نعمل شويه ورد كده تمام. بس اهم حاجه ايه؟ ان احنا متفقين ان ده اتجاه اوف بيرفكت نال. ما تبقاش لسه مفترض ان في حاجه هتيجي من ده.
لو انا روحت بعيد شوية انا مش رايح بعيد شوية انا واقف هنا غلاسة يعني وقفت هنا دلوقتي تمام؟ ولا في حاجة مش فاهمة؟ تمام عشان هو قال لي ان الضلع ده لاند على اتنين لو هو قال لو كان قال احسب لي عيد نفس الكلام ده بافتراض ان الطول لاند على اربعة كنا هيعاد استجواب الشاهد من الاول تاني نرجع تاني للترانزميشن لاين موديل اشوف انا هقطع قد ايه علشان افصل من الترانزميشن لاين طول اللوب تمام لا 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 الموضوع له علاقه ان انا ماشي ببروباجيشن كونستانت بيتا بتساوي كي بتاعت الهواء مسافه طولها لاند على 2 اللي هي طول الضلع يعني عشان نتاكد ان احنا فاهمين حلوا انتوا المساله تاني بنفس اللعب اللي عملناه ده مره وانا باكسايت من هنا لنفس طول الضلع تمام هيبقى في اختلاف في الديستريبيوشن بتاع الكارنت في اختلاف بدل ما هنا كان في ماكسيمم وهنا في زيرو لو انا باكسايت من هنا معناها ان النقطه دي هتروح هنا فهيبقى الماكسيمم عامل كده بيلف حوالين الكورنر هيبقى في حاجه تانية ايه اللي هيحصل حاولوا تجربوا هل الراديشن كله بيلف ولا مش هيبقى في اتجاهات نالز خلاص انيمور ولا ايه اللي هيحصل بالظبط تمام ونعملها مره كمان لو الطول ده مش لاندا على 2 جربوه لاندا جربوه 3 لاندا على اي حاجه اوكي ما اتفقنا دي بازلز بس هدفها ايه هدفها نفهم ازاي نستيميت الراديشن بروبرتيز بتاعت الانتنه بمجرد النظر تمام اوكي يبقى انا عارف ان انا لو عندي في اوبزرفر بيتمشى على سطح الارض واللوب دي موجوده جنب سطح الارض هيجي عند النقطه دي هيحصل له ديب فيدنج يعني هيطير منه السيجنال صح طول ما هو بيتمشى كده في بعد كده فجاه يلاقي زيرو يبقى هل الراديشن كاركترستكس دي ملائمه لكفرج في كل الاتجاهات على سطح الارض الاجابه لا لان في اتجاه فيه نل هل هي ملائمه لكفرج في الاتجاه ده بس اه فاين اتس اوكي تمام اه بس ما يقربش الاتجاهات الايه يبقى ممكن نقول مثلا كويسه لحد بلس ماينس 30 درجه تمام بعد كده هيبتدي الرول اوف يبقى ايه قوي جدا بتاع شكل الايه شكل الباتن انه ده رايح على الزيرو تمام هل انترليف اثنين لوبس لو واحد عايز يحسن يقول خلاص انا هعمل لوب وهعمل لوب ثانيه بس ايه متلففه ممكن فيبقى دي عندها في الوقت اللي دي عندها في نال دي عندها حاجه فالاوفرول ممكن يبقى حاجة مش بطالة تو وذين طبعا فرق الفيز ما بين السورسز لان انا ممكن اكسايد بسورس وسورس تاني ايه؟ اوت اوف فيز مان فكل التريكس دي هل هي ديزاين تريكس؟ اه في ناس بتعمل كده فعلا يعني في ناس بتبتدي تلعب بمالتيبل راديشن باترنز ديفرنت انتنز عشان يعمل كفرج كويس ها ده اسمه دايفرستي تمام ده اسمه في كوميونيكيشنز ايه؟ دايفرستي احط ديفرنت اورينتيشنز للانتنز عشان ابقى ضامن ان بغض النظر الاوبزرفر موجود فين لازم هتجيله سيجنال يا من دي يا من دي تمام؟ في أسئلة؟ في أسئلة؟ أيوه خيرا لما نتكلم في الأريز يعني احنا دلوقتي بقى عندنا اتنين دايبولز بعاد عن بعض مش على بعض زي حالة الفولدد فما بقوش اتنين كارنتس كولوكيتد في السبيس اتنين كارنتس كولوكيتد في السبيس زيها زي كارنت واحد في السبيس فمش فارقة تمام لكن لو وانس ان هما بعدوا عن بعض هيبتدي يدخل معانا حاجة اسمها السبيس فاكتور أو الأري فاكتور هنتكلم عليها لما ندخل في الأريز تمام طيب في اي اسئله في دول كل الانتنز دي نقدر واحنا كنا بنتكلم على التصنيفات نقدر نصنفها على انها ستاندنج ويف انتنز يعني ايه ستاندنج ويف يعني بتسبورت ستاندنج ويف تمام ريزونانت اتس ريزونانت انتن عليها ستاندنج ويف باترن ستاندنج ويف باترن معناها في ريزونانس وانا باكسايت كده هنا باكسايت عند الريزونانس ولا باكسايت عند الانتي ريزونانس فاكسايت عند الريزونانس لان الكرنت ماله عند النقطه بتاعت الفيدنج ماكسيمم تمام لو عايز اجيب الانبوت امبيدنس اعمل ايه بتاعت دي نكامل ونطلع الباور وبعدين نقسم على ايه الكرنت تربيع تمام طيب هل في نوع تاني من الوايرز غير الانواع دي اه في نوع تاني في نوع تاني اسمه الهيليكال وفي رومبك وفي تصنيف اسمه ليكي ويف انتن تمام تعالوا نبص ده تصنيف ده مش يعني محدش بيروح يقول له هات لي عندك ليكي ويف انتن ها لكن ممكن يقول له انا عايز ايه هيليكال انتن تمام عايز لوك بيريودك انتن هو طبعا اللي بيبيع مش بالضروره يكون عارف يعني هو هيقول له عايز انتن التلفزيون تمام لكن دي ده اسم برودكت يعني لو احنا بندور في الشركات اللي بتعمل انتنس ممكن نلاقي عنده ايه
من ضمن المنتجات هيليكال انتنا، تمام؟ فده مش هنحطه على انه نوع انتنا، ده تصنيف، تمام؟ لكن ايه الهيليكال انتنا؟ الهيليكال انتنا بتبقى حاجه ده السورس، وبعد كده ايه طالعين حاجه زي كده، تمام؟ ده سبايرال ولا هيليكس؟ ده هيليكس، مش كده؟ السبايرال بيبقى ايه؟ في سبايرال انتنا برينتد كده، وسبايرال اللي هي ايه بتلف، والريديس عمال ايه يا اما بيزيد لو الفيدنج من جوه، يا اما بيقل لو الفيدنج من بره، تمام؟ فده هيليكال انتنا. الهيليكال انتنا مش ستاندنج ويف، دول ستاندنج ويف، كل دول كده ستاندنج ويف انتنا، تمام؟ ستاندنج ويف يعني عليهم ريزونانت كارنت ديستريبيوشن، في العادي بيبقوا نارو باند، خلاص الباندوث بتاعهم ايه ضيق، لان انا اول ما ابعد عن الفريكونسي اللي عندها طول لاند على 2 مش هبقى شايف القبب بالطريقه الحاليه، ابتدت تتشفت بقى والانبوت امبيدنس اتغير ويحصل ايه تخريف، تمام؟ فدول ستاندنج ويف، وفي العادي بيبقوا نارو باند، تمام؟ نارو باند يعني بنتكلم مثلا على الباندوث برسنتج باندوث في الرينج مثلا من 5 ل 15%، تمام؟ حاجه في الرينج ده، اوكي؟ الهيليكس والرامبك واشباههم اللي هم بيزد على ترافلنج ويف، ترافلنج ويف انتنس، دول بيكونوا وايد باند، وممكن نعمل شويه تريكس نخليهم الترا وايد باند، تمام؟ ليه هي وايد باند؟ الهيليكس از لونج انتنا في المود اللي هي شغاله فيه ليكي ويف او ترافلنج ويف، لازم يكون عدد اللفات دي كتير شويه، تمام؟ ليه يكون عدد اللفات كتير؟ علشان الكرنت اللي عمال يبروباجيت كده ده يكون عمال ايه؟ يراديت، فعلى ما يوصل في الاخر ما يعملش ريفلكشن ويعمل ستاندنج ويف، لا يكون خلص، تمام؟ فكل ما بنزود عدد اللفات بنزود البروباجيشن ايفكت اللي بيحصل، بنزود كميه الراديشن اللي هتحصل، بحيث ان هو على ما يوصل هنا يكون بقى زيرو تقريبا، فبقت هي بتسبورت ويف بتفلو في الاتجاه ده بس كده، وانا واقف باصص من هذا السورس انتو السلكه، انا بانجكت كارنت مفيش ستاندنج ويف، صح؟ فوات ايفر اللي بيبقى راديتد ده كله خلاص راح، الانبوت امبيدنس مش معتمده على الطول، وانس ان انا خليت الطول كتير كفايه، مش كده؟ يعني لو انا جيت زودت لفه كمان هتفرق؟ لا، ات سام بوينت يعني ما بقتش فارقه، وانس ان انا بقول ان الامبيدنس ما بقتش قوي معتمده على الطول، ده بس تجويد يعني، الواحد عمال يزود عشان يخلص على الكارنت خالص قبل ما يوصل للاخر. ده معناها ان الامبيدنس هنا ما بقتش سنسيتيف في الالكتريكال لينث اني مور، تمام؟ لان هي اي كارنت هيدخل هيقعد يتمشى، ممكن يخلص هنا، صح؟ ممكن يخلص هنا على حسب الفريكونسي، تمام؟ على حسب الفريكونسي هيتفسح مسافه الكتريكال كام ويف لينث، تمام؟ لكن لو انا مديله لوبس كتيره اكيد هيخلص، صح؟ يبقى انا مش حاسس هنا بافكت بتاع حاجه هتروح وترفلكت وترجع تاني. يبقى الانبوت امبيدنس بقت، الانبوت امبيدنس بقت ايه؟ ثابتة مع الفريكونسي، تمام؟ طبعا كلمة كونستنت دي كلمة مبالغ فيها شوية، تمام؟ بيتغير شوية بس مش ذات سنسيتيف، يبقى بالتالي أنا ممكن أعمل فيري وايد باند أنتنا باستخدام الهيليكال أنتنز، تمام؟ والهيليكال أنتنز الراديشن باترن بتاعهم بيبقى بنسل بيم مش دونت، ها؟ الدايبول ماله؟ في التو دايمنشنال سبيس احنا شايفينه كده، لكن في الثري دايمنشنال سبيس هو شكل دوراني، مش كده؟ فهي دونت شيب، يعني هي في الاتجاه العمودي على الاكس بتاعها بترديت في كل الاتجاهات، تمام؟ الهيليكال انتنا مش دونت، مش اومني دايركشنال، تمام؟ الراديشن باترن بتاعها في الثري دي سبيس، طبعا انتوا تقدروا تشوفوا الحاجات دي على اي انيميشن يعني على الانترنت، بيبقى بنسل، يعني هو في الثري دي بيبقى عامل زي الايه؟ زي القلم. زي البتاع ده، مش بيلف لسه وهنعمل دونت ونفتح كده ونقطع كده، مفيش الكلام ده، تمام؟ هو راديشن باترن فيري دايركتيف، الدايركتيفيتي بتاعها بيعتمد على الطول، وعشان يحسنوه كمان ساعات زياده بيخلي الارض دي تبقى كبيره شويه. ها؟ لان مفيش حد هيحطها على انفينيت جراوند، ها؟ بيعمل حاجه زي الدش كده وراها، ويبقى السورس بيكسايت داخل هنا كده، وبيكسايت الهيليكس وحاطط زي ريفلكتور كده، ريفلكتور صغير، ان هي دي مش ريفلكتور انتنا. ده بس عشان يتاكد ان كله ايه؟ مفيش حاجه عايزه ترجع كده، كله يطلع في الاتجاه ده، تمام؟ فالهيليكال انتنا الدايركتيفيتي بتاعتها، ما اديكم السلايدز، انا بس بحس مش عاجباني شويه السلايدز بعد اللي انتوا قلتوه المره اللي فاتت، عمال اغير شويه في التصنيفات يعني، تمام؟ فالانتنا دي از فيري دايركتيف وايد باند، وممكن تبقى الترا وايد باند، وبتستخدم في ابلكيشنز كتير
الووكي توكي انتنا، عارفين الووكي توكي مش كده؟ في العادي بتبقى هيليكس، بس هي بتبقى حاطين عليها طربوش كده، مش معرفنا هي هيليكس ولا مونوبول. لو هو عايز تبقى باند بتاعها كبير شويه، بيبقى لففها حوالين الراد اللي طالع من الايه، من الووكي توكي. اوكي ايوه. هو طول ما هو بيتمشى كده اسمها ليكي ويف، طول ما هو بيتمشى عمال يراديت، فبيراديت يبقى بيلوز ايه باور. يبقى لو هو كان داخل هنا اي نود هيبقى عمال يديكي. هل بيديكي باي لوسز؟ لا، هو بيديكي باي راديشن. فاحنا ممكن نقول ان شكل الكرنت ديستريبيوشن اللي بيلف هنا، لا لا خلاص انا قلت لك هوقف اول ما تدخلي يعني، ممكن توقفوا التصوير كمان ولا عايزين يصوروكي؟ في حد عنده اسئله في القصه دي؟ احنا كل اللي هنتكلم فيه حاجات كلها كواليتيتيف يعني، في الجزء ده خلاص احنا خدنا دي، قعدنا نعمل لها شويه اناليسس تكامل. الحاجات الباقيه دي عايزكم بس تبقوا فاهمين الثيوري اوف اوبريشن، تمام؟ ومفيش ما يمنع اي حاجه تشوفوها في السلايدز انتنا شكلها غريب اقروا عليها يعني. كلها بتروح حوالين يا اما انا بعمل حاجه شايله ريزونانت كارنت ديستريبيوشن، يا اما حاجه نون ريزونانت. نون ريزونانت يبقى مور دايركتيف وايدر باندويث، لو ريزونانت يبقى نارو باندويث الدايركتيفيتي بتاعتها ما تبقاش عاليه، تمام؟ ده بالنسبه للايه، للواير انتنز. طيب التكنولوجي الثانيه المشهوره جدا، هيبقى ناقص دي وناقص واحده كمان بكده، اتكلمنا على الاشهر الانتنا تايبس، والاناليسيس برضو زي ما اتفقنا هنعدي كده على ايه الطرق الواحد يقدر يفهم بيها الحاجه بتراديت ازاي من غير ما ندخل في تفاصيل ماثيماتيكال يعني، تمام؟ هسيب الماث للامتحان بقى. ايه طيب، فالباتش انتنز دي يعني لو ما كانتش هي اهم او اكثر واحده انتشارا، فهي هتبقى يعني السكند in terms of volume، بس هي in terms of ال versatility في التعامل وال pervasiveness في ال applications، هي اكتر واحده يعني، تمام؟ اسهل حاجه واحد عايز يعمل انتنا custom made كده للديزاين بتاعه ان هو يروح يعمل ايه؟ يعمل patch، لان طريقه التصنيع بتاعتها PCB، مش محتاج يروح لحد يعمل له سطح مثلا مقعر زي الريفلكتورز والكلام ده، تمام؟ فايه اللي احنا عايزين نعرفه عنها؟ عايزين نعرف هي بتوبريت ازاي؟ وازاي نقدر نعمل لها اكسيتيشن؟ يعني ازاي نقدر نوصلها للسيستم بتاعنا يعني، تمام؟ دي الحاجتين اللي احنا عايزين نعرفهم فيه، تمام؟ فهو لو احنا جينا نبص على الاصل بتاع الباتش، الاصل بتاع الباتش كان المايكرو ستريب اللي احنا اتعلمناه السنه اللي فاتت، تمام؟ عندنا مايكرو ستريب لاين، وفي هنا سورس واصل للارض. السورس ده بيدرايف في الـ في الـ في المايكرو ستريب لاين سيجنال، ده بيبقى الفورورد باث، والريتيرن باث بيبقى هو مين؟ الارض، مش كده؟ يعني لو ده كان ترمينيتد بريزيستور، الفورورد كارنت ماشي كده، الباكورد كارنت بيبقى ايه؟ بيتفسح فين؟ على شكل الارض. هل اقدر اقول دلوقتي ان ده اخوه تحت قدامه ونفس الماجنتيود ومش عارف ايه والكلام ده؟ لا، ليه؟ لان الاستراكشر ده مش سيمتريك، مش بالانسد، تمام؟ على عكس التو واير، على عكس التو واير لاين. لكن ممكن نقول ايه، الموديل بتاع ده اباف ان انفينيت جراوند سكرين، الايمج بتاعه تحت هو اللي مرايته بالظبط، واللي رايح زي الايه اللي راجع. لكن فيزيكالي لو انا كان عندي دي فاينايت سكرين مش انفينيت، ما اقدرش اطبق الايه، ما اقدرش اطبق الايمجز. يبقى الوقت كل كارنت فوق مناظر ليه توزيعه كارنت تحت هي اللي بتشكل الايه، الكارنت بتاع الريتيرن كارنت بتاع نفس الويف. عشان دي النقطه بيفضل الناس في دماغهم، ده مين؟ دي الفورورد ويف، والكرنت اللي على سطح الارض هو المين؟ الباكورد ويف، صح الكلام ده؟ لا، ده مش صح، تمام؟ لو ده ماتش الترمينيشن هي ويف واحده بس اللي ماشيه، الويف دي مكونه من فورورد كرنت ومين؟ وباكورد كرنت بيتمشى على الارض. لو ده كان اوبن سيركت كان ايه اللي هيحصل بقى؟ كانت دي لما توصل للاخر هتجنريت ويف تانية راجعة، الويف اللي راجعة دي الكارنت بتاعها كده وراجع لمين؟ اللي بيريتيرن للاوبن سيركت. والمحصلة بتاعت كل البظلاميط ده تعمل ايه بقى؟ تعمل التوتال كارنت ديستريبيوشن. يبقى انا لما بقول فورورد كارنت
وباكورد كارنت مش قصدي بيها الكارنت اللي بيقفل اللوب، ها اللي بيقفل اللوب بتاعت السيركت بتاعت زمان، تمام؟ ده موجود على الارض وانس ان ده بقى موجود فوق، ده بيانديوس ده، الاثنين موجودين مع بعض كجزء من الفورورد واي. لما يوصلوا للترمينيشن لو وقفوا وشهم ماتش الترمينيشن الاثنين هيحصل لهم ايه؟ هيختفوا فيها، تمام؟ لو كانت دي مش ماتش يرجع انذر سيت اوف كارنتس فورورد بالنسبه للاتجاه ده وباكورد بالنسبه للاتجاه ده، دول يعملوا الريفلكتد ويف. فالكلام ده بس عايزينه ايه يبقى موجود في دماغنا، تمام؟ في فرق بين كلمه فورورد وباكورد كارنت وبين الفورورد ويف والباكورد ويف. الفورورد ويف لوحدها عندها فورورد وباكورد كارنت وفولتج بلس ماينس، دول الاثنين شايلين الباور بتاعتها. الباكورد ويف عندها فورورد وباكورد كارنت وفولتج بلس ماينس، تمام؟ ده الريفرنس بولاريتي بتاعت الفولتج. اوكي، حد مش فاهم النقطه دي؟ كله فاهم؟ مين مش فاهم؟ تمام. احنا كنا بنقول السنه اللي فاتت ترانسميشن لاين في نهايته ترمينيشن، وفي هنا سورس، السورس ده بيجنريت فورورد ويف بانسيدنت ويف، تمام؟ لسه ما نعرفش ايه هنا موجود. الويف دي هتتكون وتبتدي تتحرك تشيل شويه باور وتمشي على ترانسميشن لاين. يعني ايه ويف تتكون على ترانسميشن لاين وتمشي ان ترمز اوف السيركت او ترانسميشن لاين ثيوري؟ يعني فولتج وكرنت بيتضربوا في بعض يدوني باور. الفولتج له ريفرنس بولاريتي، انا اللي هختار انهي معدن هيبقى البلس وانهي معدن هيبقى الماينس. ده لا ينفي ان في فيز فاريشن بسبب عمليه البروباجيشن، لكن انا بنسب الفيز فاريشن ده لان فوق هو البلس وفوق هو الايه؟ الماينس، تمام؟ يبقى ده بلس وماينس في انسيدنت، وده مع كارنت فوق وتحت اللي هو هنسميه اي انسيدنت بلس واي انسيدنت ماينس، دول كده كلهم عاملين ويف واحده، تمام؟ الكارنت ده مش مستني ده يوصل للريزيستور ويرجع علشان يقفل اللوب اللي هو النوشن بتاع اللو فريكونسي اللي كنا بنتكلم عليه في السيركت ثيوري. خلاص، دي ويف لانش مش عايزه تعرف ايه اللي موجود عشان تبتدي تتحرك وتشيل باور. فاللي هنا ده ومعاه ده اسمه فورورد كارنت وده اسمه باكورد كارنت. لو الترانسميشن لاين از بالانسد يعني تو واير لاين، فانا ضامن ان في المعدن الاولاني والمعدن الثاني الكارنت اللي هنا زي الكارنت اللي هنا بالظبط الماجنتيود، لكن في ريفرسال في الريفرنس دايركشن، يعني في 180 درجه فيز شيفت، تمام؟ لو الترانسميشن لاين مش بالانسد، يعني مثلا جيت انا عملت تو واير لاين بس واير منهم كده وواير منهم كده، خلاص تو واير سيستم وصلت السورس كده ومش مهم الوقت اللود ايه، هل ينفع اقول ان الكرنت ديستريبيوشن على سطح ده لو هو بيرفكت كوندكتور عليه كرنت ديستريبيوشن بكرنت معين، تمام؟ هل ينفع نقول ان هو نفس الكرنت ديستريبيوشن؟ هو ممكن يبقى التوتال كرنت هو تكامل الكرنت دنسيتي هي، تمام؟ لكن ده هيبقى كتوزيع الكرنت، الكرنت ديستريبيوشن هنا مختلف، تمام؟ طب ده ممكن يعمل ايه؟ ده ممكن يعمل مشاكل. احنا كنا زمان في الانت او لو زمان من شويه في الانتنس بنقول لو كل كرنت اليمنت شايفه كرنت اليمنت مناظر بيكنسلها يبقى ده مش هيبقى راديتيف، ده كده ما بقاش بالانسد. يعني عندي هنا في هاي كرنت دنسيتي مثلا عند نقطه معينه على الارك المناظره ليها لو كرنت دنسيتي دي تكنسلها 100%، يعني كل دلتا اليمنت على السطح ده لو خدت الدوران بتاعهم ما بقاش بيناظرها حاجه تكنسلها 100%، تمام؟ وكل ما دي تكبر الكتريكالي كده ما بقاش دي ما بقاش ترانسميشن لاين، ده صح؟ ده بطيخه، تمام؟ بقى حاجه ثانيه. يبقى الانبالانس في ترانسميشن لاينز بيعمل مشاكل لان ما بقاش فيه الوان تو وان كورسبوندنس اللي بتعمل كانسليشن للراديشن، تمام؟ دي اول نقطه. بس الاول فهمنا النقطه دي ان الباكورد كارنت از بارت اوف ذا سيم بروباجيتنج ويف، تمام؟ مش مستني يروح عشان يقفل اللوب. اوكي، طيب ايه بقى المشكله بتاعت المايكرو ستريب؟ المايكرو ستريب زي ما شفنا هو كده مش بالانسد، ده من وجهه نظر الكرنت ديستريبيوشن، يبقى حكايه ان الحاجه بتكنسلها شكلها مش واضح، الا لو ده كان انفينيت وقتها باي ايمجز تيجي الحاجه اللي تبالانس، لكن مش دايما ده بيبقى ايه؟ انفينيت، صح؟ يبقى مش هقدر اطبق الايمج ثيري، او لو هقدر لو افترضنا اني هقدر اطبقها هتبقى المرايه مش شبه ده. ها هتتقعر بقى ولا تتحدب على حسب الفاينايتنس بتاعه الارض دي، يبقى كده في مصدر اوف ايه؟
ليكج. وكل ما المايكرو ستريب لاين يبقى اقرب للارض، يعني كل ما المسافه ما البلين دي كده كل ما اللاين ده يبقى اقرب منها، كل ما الليكج ده يعلى ولا يقل؟ كل ما ايه؟ يعلى ولا يقل؟ كل ما اللاين يبقى ماشي جنب الارض قوي كده يحصل ايه؟ يقل، مش كده؟ ليه؟ لان انا هبقى كل ما اقرب شايف ان الارض اكبر، حتى لو هي حجمها صغير هي تبقى اكبر بالنسبه للبعد ده. يبقى لو انا عايز اكونفاين الفيلد في المايكرو ستريب، البيتر براكتس ان انا اخلي الارتفاع ده ايه؟ قليل. طيب لو انا عايز ما اخليهوش كونفايند، نكبر، دي اول حاجه. يبقى انا عايز اخلي ده عالي، اللي عايزكم تفكروا فيه من هنا اليوم الاثنين، عالي قد ايه؟ تمام. انا عندي كارنت اليمنت كده قاعده على ارض وعايزها تبقى راديتيف، لو لزقتها في الارض مرايتها هتعمل فيها ايه؟ هتكنسلها، لان البعد بقى ايه؟ طيب عايز ابعدها، ابعدها قد ايه يبقى كويس؟ نفكر فيها شويه. تمام، نفكر فيها شويه. هيبقى كويس، هيبقى كويس في انهي اتجاه؟ في الاتجاه ده ولا في الاتجاه ده؟ فعايزين تفكروا في النقطه دي شويه من هنا لحد المحاضره الجايه. تمام، يبقى دي اول نقطه. اول حاجه ابعد، بوت الايه، الابر او المايكرو ستريب away from الايه، from الجراوند. تمام، او بمعنى اخر يوز thick ايه سبستريت، مش كده؟ نستخدم thick سبستريت. تمام، thick قد ايه بالنسبه للويف لينث؟ وده اللي هتجاوبوا عليه لما تقولوا ده البتاع ده المفروض يبقى على ارتفاع قد ايه عشان يراديت افكتفلي. تمام، ما تبقاش مرايته مضايقاه، بالعكس تبقى بتساعده، تبقى الايمج ايه، بتعمل كونستراكتيف انترفيرنس في الاتجاه الديزايرد. تمام، يبقى على حسب فهمنا للايمجز هنختار تخانه السبستريت، او على الاقل يعني تقريبا يبقى كام، لان السبستريت دايلكتريك مش هوا، واحنا ما اتعلمناش ايمجز في وجود انهوموجينيتي، يعني شويه دايلكتريك وبعدين سلاب والافلام دي ما خدناهاش. تمام كويس، بس هنقدر نجيب تقريب. فانا لما اقول انا عايز اشتغل بمايكرو ستريب باتش انتنا عند 30 جيجا، عند 40 جيجا، هبقى عارف ان التخانه دي الكتريكالي المفروض تبقى كذا، يبقى هروح ادور عند السبلاير اقول له اديني دايلكتريك تخانته كذا مايكرون او كذا ميل لو انا شغال بالوحده الامريكانيه. تمام، على حسب الحسبه اللي انتوا هتعملوها لي المره الجايه. اوكي، يبقى ده بالنسبه للتخانه. طب ايه الحاجه الثانيه اللي تنهانس الراديشن تفتكروا؟ الحاجة الثانية نعم تمام، عملنا مين الترمينيشن كويس؟ تمام، لو عملت الترمينيشن كويس يبقى انا عايز اعمل مايكرو ستريب ليكي ويف انتنا، يعني عايزه يبقى بعيد ويراديت، بس حاول اطول بقى المسافه اللي هو فيها عالي عن سطح الارض او عالي عن سطح السبستريت الجراوند بتاعها، فدي كده اسمها ليك ويف انتنا. مشاكل الليك ويف انتنز ان هي بتحتاج مساحه كبيره شويه عشان اضمن ان الكرنت تتفسح مده طويله لحد ما بقى سبريس قبل ما يوصل للماتش الترمينيشن. تمام، فدي مش احسن حاجه في الدنيا. تمام، الا لو انا عندي الاريا وعايز اجيب الجين العالي ده. تمام تمام، يبقى الحاجه الثانيه ان انا ممكن ابتدي، احنا كان عندنا الاستاذ ده عليه كارنت مثلا بيفلو كده وكانت مرايته بتكنسله. تمام، لو انا ابتديت اعرض اخلي اللاين بدل ما هو رفيع ابتدي اعمل حاجه زي ال باتش. تمام، بقت حاجه عريضه كده، فالكارنت هيبتدي ايه يدخل هنا في النقطه دي وايه ويتفسح كده. تمام، شكل الكرنت ديستريبيوشن ايه ما نعرفش، بس احنا ان جنرال عملنا ايه خربطه كده ايه في توزيع الكرنت ديستريبيوشن هنا. تمام، المنظر ده بيخلي دايما بدل في بعد معقول ما بين الكرنت اليمنتس وبعض، يبقى ده هيدينا ايه حاجه احسن شويه من يكون عندي كرنت صغير كده مزنوق وتحتيه ايه وتحتيه مرايته. تمام، يبقى انا اول حاجه هبعد عن سطح الارض عشان المرايه ما تضايقنيش. تمام، بس انا مش عايز ابعد عن سطح الارض قوي، لان انا ات سام بوينت انا عايز اجي افيد المايكرو ستريب باتش، اجي اقرب منها كده وبعدين اعمل لها ايه اكبر ده عشان دي تبقى الشكل اللي بيراديت. انا مش عايز ده اللي يراديت، انا عايز ده اللي يراديت، لان ده هو بيراديت وهو رفيع كده بيبقى ايه مش دايركت.
فانا عايز ازود الدايركتيفيتي تمام، يبقى بكبر الاريا صح. ما اتفقنا ان الاريا فيزيكال ليها علاقه بالاريا افكتيف ليها علاقه بمين بالدايركتيفيتي، يبقى انا عايز استخدم اريا اكبر عشان ازود الجين، يبقى هبتدي اعمل ايه اكبر اعرض اللاين اللي ماشي ده تمام. هندخل بقى في مشكله، ايه هي المشكله؟ ايه هي المشكله دي؟ ان انا دلوقتي كنت اوريدي عملت السبستريت عاليه بالنسبه لمين؟ بالنسبه للباتش، واللاين ده ماشي فين؟ على نفس السبستريت مش كده؟ يبقى ده بيراديت وده كمان ايه؟ بيراديت. حكايه ان اللاين اللي بيفيد الانتنه بيراديت ده مش جود براكتس. انا اقدر اتحكم في مين؟ في دي، هبتدي اغير طولها وعرضها واجي احط هنا كده وانا بعمل لها موديلنج، هفترض ان السورس واقف هنا. لو كان شكل الراديشن باترن معتمد هو طول اللاين ده قد ايه، كده دخلت في ايه؟ في مشكله تمام. فالباتشز بقى الباتش انتنا في عندها كذا ايه؟ كذا فيدنج ميكانيزم. في اول حاجه اسمها ايدج فيدنج تمام. ايه الايدج فيدنج ده؟ الايدج فيدنج اللي هو اللي احنا اللي انا رسمه لكم على السبوره ده، ايدج ايدج فيدنج يعني انا عندي مايكرو ستريب لاين رايح لمايكرو ستريب باتش ايه انتن تمام. ايه الميزه بتاعه ده؟ الاكسيتيشن ده فيري ايزي مش كده، فيري ايزي تو امبلمنت تمام. دي الايه الحاجات الحلوه ليه؟ اني بجيب تو لاير سبستريت، يعني سبستريت بورد عندها تو لايرز بس، جراوند وتوب بلاي وتوب ميتال، وبشكل ده عشان يبقى مايكرو ستريب، وبشكل دي عشان تبقى باتش واخده اريا كبيره كده، فتدينا ايه دايركتيفيتي عاليه تمام. التيبيكال دايركتيفيتي بتاعت الباتشز بتبقى في الرينج بتاع 5 او 6 تمام، وممكن نزودها عن كده بتريكس ثانيه، بس ده الرقم الطبيعي بتاع الفيرست ريزونانس بتاع الباتشز تمام، 5 6 دي بي ار. اوكي، فانا كده هعمل لاين 50 اوم واحاول اديزاين دي بحيث ان الامبيدنس دي تبقى كام؟ 50 اوم. ايه المشكله؟ اللاين نفسه الفيدنج لاين راديتس. ليه؟ لان السبستريت از ايه؟ استيك مش كده؟ تمام؟ حد مش فاهم دي؟ حد مش فاهم النقطة دي؟ طيب حد يألف لي طريقة اكسيتيشن تانية بقى. عايزين نغذي الباتش دي، نمشي عليها الكرنس الغريبة دي عشان تراديت، بس من غير ما اجي لها بمايكرو ستريب لاين كده، أصنعها إزاي؟ إيه الأفكار يعني؟ نعمل إيه؟ تمام تمام. يبقى احنا لو انا عايز اعمل اخلي الفيدنج بتاعها شيلدد، يعني ما يبقاش هو كمان بيراديت، فانا ممكن ابص بدل ما انا شغال على تو لاير سب تو لاير بورد دي كده تو لاير بي سي بي تمام، دي هي الجراوند وده هو الدايلكتريك مش كده، واللاير دي هيبقى عليها المايكرو ستريب لاين زائد المايكرو ستريب باتش انتن تمام. في الامبلمنتيشن ممكن اجيب كونكتور اس ام اي كونكتور، اوصل الكوندكتور الخارجي بتاعه للارض والكوندكتور الداخلي هو اللي يروح لمين؟ لللاين، وبعد كده يروح لايه؟ اللاين هو اللي هيفيد الباتش. يبقى انا هعمل فيري سمبل فابريكيشن زي اللي وريتها لكم اللي عدت عليكم المره اللي فاتت دي، باتش وفي فيدنج ناتور بيتفسح عليها، وفي النهايه في كونكتور اس ام اي هو ده اللي هياخد الباور من الجنريتور الار اف جنريتور الواصل تمام. يبقى هيبقى عندنا هنا في اس ام اي كونكتور واصل على اللاين، واللاين بيفيد الباتش. المشاكل ان الفيدنج لاين بيراديت، لكن المزايا بتاعتها ان هي محتاجه تو لاير بورد بس تمام. الباشمهندس بيقول لو انا عايز اشيل مشكله الراديشن بتاع اللاين، ممكن نعمل حاجه اسمها بروب فيدنج. بروب فيدنج معناها ان انا بدل ما هشتغل بتو لايرز هشتغل بايه؟
بثري لايرز. اشتغل ازاي بثري لايرز بقى؟ اللاير اللي في النص دي تبقى هي الجراوند، تمام؟ اللاير اللي تحت يبقى عليها المايكرو ستريب لاين، همشي بالمايكرو ستريب لاين على اللاير دي، وبعدين اجي عند وهحط هنا مين؟ الباتش، تمام؟ وادور على في اللي يبقى دي كده L1 L2 L3 تمام؟ L1 هي اللي ماشي عليها الفيدنج، L2 دي بيرفكت شيلد جراوند، هعمل فيها فتحة ونطلع من اللاين ده بإيه؟ بفيا ببروب، تمام؟ ونخبط الباتش في فيدنج بوينت اوف تشويس، يعني انا هختار نقطة معينة على الباتش هي دي اللي هعمل عندها الفيدنج. على أي أساس؟ على أساس تديني كارنت ديستريبيوشن يراديت راديشن باترن كويسة اللي أنا عايزها، تكون مثلا بتراديت كده، تمام؟ وعلى أساس الانبوت امبيدنس اللي أنا شايفها هنا تبقى كام؟ 50 اوم بتاعت اللاين، علشان السيجنال كلها تروح من هنا تطلع لدي ودي تعمل ايه؟ تراديت، صح كده؟ يبقى الفيدنج بوينت بختارها عشان اكسايت، يبقى الفيدنج بوينت اكسايت ذا رايت كارنت ديستريبيوشن، تمام؟ دي اول حاجه. تاني حاجه جت ذا الانبوت امبيدنس ذات ايه ساتيسفايز الماتشنج ريتيرن لوس، كده اللي هو 10 دي بي ريتيرن لوس ماتشنج. طبعا ده كله بقى يعني ده كله لازم يتعمل له حاجه اسمها ايه؟ ايامنج. نعمله الكتروماجنتيك موديل، ناخد تول واحنا عندنا سورت اوف تصور، انا عارف ده 50 اوم لاين، ممكن على كالكوليتور الخارجي احسب ال 50 اوم لاين على السبستريت دي يبقى كام عرضه. ابتدي ادي اول حاجه، تمام؟ الفيا دي تكنولوجي ليميتد، يعني انت لو قلت لحد انا عايزك تعمل لي فيا من اللاير رقم 1 لللاير رقم 3 في التخانات دي هيقول لك انا هجيب لك بونت عرضها كذا، ما اقدرش اشتغل غير كده. لو كانت التخانات رفيعه هقول لك هعمل ليزر دريلنج، يعني هبتدي اشتغل بايه؟ بليزر فيا. والليزر فيا برضو عندها ليميتيشنز في السايز، مش عشان اسمه ليزر هيعمل لك ايه حاجه رفيعه، اكشلي ممكن الميكانيكال تبقى ارفع من الليزر، تمام؟ يبقى الدريل بعد ما تبيلد ده بنسميه الستاك، بعد ما انت تختار الستاك تروح تتكلم مع حد بيصنع تقول له انا هشتغل بالبي سي بي اللي الارتفاع بتاعها ده كذا، ده هنختاره على اي اساس؟ الاساس اللي انتوا هتقولوا لي عليه المره الجايه، اللي هو تبقى عاليه كفايه عشان الباتش ايه؟ تراديت. واللي تحت ده نختاره تخين ولا رفيع؟ اللي ماشي عليه المايكرو ستريب لاين رفيع بقى خلاص، مش كده؟ ما انا مش عايز ده يراديت، يبقى ده ارفع حاجه وده ايه؟ اعرض حاجه، اعرض حاجه تو وذين الحسبه اللي هتقولي لي عليها، تمام؟ يبقى كده خلصنا من المشكله دي ولا ما خلصناش؟ يبقى كده بقى الميزه نو راديشن من الايه؟ from الفيد لاين، تمام؟ ايه العيب؟ ثلاثة لايرز وفيا، صح؟ عملية الدريلنج دي كوست على طول، اكسترا كوست. هل هي كوست يعني خزعبالي؟ لا خلاص، كل الفابريكيشن هاوسز دلوقتي بتعرف تعمل اي فيا احنا عايزينها، بس الفيا ليس ديزاين اكيد ارخص، ان هو مش هيعمل خطوه دريلنج، تمام؟ في عيب تاني خطير جدا في البتاعه دي. ايه العيب الخطير؟ لا الكونكشن ما بين الكواكسيال لاين هيجي بكونكتور للمايكرو ستريب، هو ملوش علاقه خالص بمين؟ بالباتش. فانا هسحب المايكرو ستريب بعيد واحط الاس ام اي كونكتور، ده بيلونش السيجنال في المايكرو ستريب، المايكرو ستريب يكونفي السيجنال للباتش عن طريق المين؟ الفيا، تمام؟ في حته ثانيه ممكن نعملها نستخدمها في البتاع ده، ان انا ممكن ازود اللاين حته كده ستاب عشان اعمل بيه ايه؟ اعمل بيه تيوننج. لو انا جيت هنا ما لقيتش 50 اوم احط كوارتر ويف ولا اي ويف ستاب هنا، مش لازم كوارتر، اغير طول الحته المرفرفه من اللاين ده اوبن سيركت ستاب، نلعب بطول لحد ما يلقط الايه؟ الماتش.
فانا عندي انذر ديجري اوف فريدم. هنا انا ما عنديش الديجري اوف فريدم دي الا لو انا جيت طلعت ايه بقى ستوب تيونر بس ايه قبل ما اوصل للباتش. ممكن اعمل كده بس ده كمان هيعمل ايه؟ ده هيراديت هو كمان. تمام. ساعات بيعملوا تريك ان هو بيدخل جوه الباتش بيعمل حاجه اسمها انسات فيد، ياكل من الباتش كده حته من المعدن هنا وهنا وبيعمل حاجه اسمها انسات فيد عشان يوصل جوه الباتش للنقطه اللي تخليه يشوف الانبوت امبيدنس اللي هو عايزها. تمام. دي اسمها انسات فيد باتش انتنا او باتش انتنا والانسات فيد. لكن هنا انا خلصت من المشكله دي، انا الباتش اكسسبل ان اوصل لاي نقطه عن طريق ان انا اراوت المايكرو ستريب واقوم طالع بفيا على النقطه اللي انا عايز افيد عندها. تمام. في عيب رئيسي في البتاعه دي ان هي مش بالانسد ميكانيكالي. يعني الجماعه بتوع الكونستراكشن بتوع البي سي بيز اللي هم اغلبيتهم بيبقوا ميكانيكال انجينيرز يقول لي انا عايزك تعمل لي بالانسد كونستراكشن، يعني تخلي التخانه دي بتوزنها تخانيه ثانيه تحت. تمام. لو انت مش عارف تجيب التخانه دي هنا بسبب الكتريكال نبتدي نتكلم مع بعض بقى. يقول لي خلاص معلش انا هضطر احط لك هنا لاير ثانيه ساتش دات الاثنين دول يبقوا مثلا قد تخانه دي. هقول له بس انت كده بوظت لي المايكرو ستريب. اقول له ما عندكش اي نوع ثاني؟ اقول له في ستريب لاين. ستريب لاين اللي هو بيبقى ايه؟ معدن فوق ومعدن تحت واللاين ماشي فين؟ في النص. اقول له لكن كده هيحصل حاجه اسمها ووربج. تمام. يبقى دي 3 لايرز. ممكن احد العيوب تاني ان هي لو كانت انبالانسد يحصل حاجه اسمها ووربج. يعني ايه ووربج؟ يعني البورد تتني، يا تعمل ساد فيس اللي هو يبقى لتحت يا تعمل سمايلي فيس. الاثنين وحشين، مش عشان واحد سمايلي وواحد ساد. تمام. فالووربج يعني البورد تعمل كده او تعمل كده، حاجه ايه مش كويسه. تمام. لان الانتنة مش قاعدة لوحدها، حتى لو قاعدة لوحدها انا مش عامل حسابي ان الانتنة عاملة كده. ها انا مش عامل حسابي ان هي مقوسة، انا عامل حسابي ان هي مفرودة. التقويسة دي يا اما بتبوظ البرفورمانس يا اما هتكسر الفيا، ممكن يحصل باد كونكشن. لو كان في اي سيز تانية قاعدة جنب الانتنة الباور امبليفاير او وات ايفر البوندنج بتاعه مع البورد ممكن يطقطق. تمام. فنلاقي البتاع ايه باظ. طبعا مع الحرارة الوربج ايه بيبتدي ايه يشوف نفسه زياده. تمام. يبتدي يزيد. تمام. حلو جدا. الفيا بتراديت بس انت يو تيك ات ان ذا موديل، وانت بتعمل الموديل ده بتاخده معاك، ولو هي داخله من تحت الباتش فهي سورت اوف سكريند باي ذا باتش. هنا ده مكشوف. تمام. فالليكج اللي جاي منه ده انا مش حاكمه، مش انا اللي حاكمه. تمام. انت ممكن تديزاين في وجوده وده اللي بيحصل، بس بيبقى مش مشكله في اللو فريكونسي. يعني لو انت بتتكلم على انتنه مثلا بتاعت بلوتوث ولا حاجه عند 2 جيجا لعب عيال، دخلنا عند 40 بقى جيجا والكلام ده لا، ما حدش بيستخدم كده. لان انت مش عايز يجيلك كابلنج من سكه ثانيه مع الباتش غير الراديشن، مش عايز يجيلك سكه ثانيه فتعمل لك اوسيليشن في الدايره اللي قبليها. انت عايز دي اللي بتراديت وانا عامل حسابي على كده، اي حاجه ثانيه از شيلدد واي سكه كابلنج ثانيه انا قافلها والا يحصل لك مشاكل ثانيه. تمام. في اي اقتراحات ثانيه؟ ممكن نعمل بدل بروب فيدنج. خدتوا الاستاتس مع دكتور محمد علاء ولا اي حد؟ خدتوا الاستات في الويف جايد؟ محمد محرم، محمد حسن ويف جايدز، خدتوا ويف جايد بنفتح فيه سلوت؟ اه خدتوا استات مش كده؟ خدتوها. تمام. ما خدتوهاش؟ لا ما خدتوش ان احنا ممكن نفتح الويف جايد عشان يراديت، ما خدتوش الحكايه دي. طيب ما علينا. سلوت فيد باتش. السلوت فيد برضو ثلاثة لايرز، بس بيبقى عندنا الباتش في الابر لاير، اللاير اللي تحتيها اللي هي جراوند بنفتح فيها ايه؟ فتحة. وبعدين يجي في اللاير الثالثة يبقى دي على L3، السلوت على L2، واللاير 1 ماشي عليها المايكرو ستريب لحد ما بيوصل تحت السلوت، السيجنال بتكبل من المايكرو ستريب ثرو الفتحة تو ذا باتش. يعني لو جيت ارسمها بالعرض كده ادي الباتش ادي الجراوند وهسيب هنا ايه؟ هسيب فتحه. تمام؟ وبعدين اللاين هيجي يمشي كده وخلاص مفيش فيا. مفيش ايه؟ مفيش فيا. بس طبعا ما ينفعش اخلي الفتحه دي ايه؟ ده مش هيكابل اي سيجنال. بنخلي الفتحه مستعرضه كده وطولها هي كمان بيبقى ريزونت. فيبقى عندنا لاين سلوت باتش. اكشلي لو شلت السلوت الباتش السلوت نفسها هتراديت. تمام. هي اوريدي ريزونانت ستراكشر. تمام. طب ده ميزته ايه؟ ده ميزته ان انا ما بقاش عندي فيا، بقى عندي اتنين راديتورز، ودي حاجه حلوه جدا. ليه بقى؟
لان انا بقى عندي دبل ريزونانس خدته في كورس السيركتس. لو عندنا كابل سيركتس فيهم اتنين ريزونانسز بيحصل ايه؟ ولا دموع. ايوه بيحصل ايه؟ لا بيحصل ايه؟ لو عندي ريزونانس كده وريزونانس كده. ايوه بالظبط يحصل وايد باند. لو هما كانوا قريبين من بعض كفايه الاوفرول ريسبونس يبقى عامل كده. تمام؟ فلو انا كانت عندي السلوت از ريزونانت والباتش از ريزونانت والريزونانس الاثنين قريبين من بعض، لو كان ده الريتيرن لوس بروفايل بتاع السلوت لوحدها وده الريتيرن لوس بروفايل بتاع الباتش لوحدها، الاوفرول ريتيرن لوس يبقى عامل ايه؟ وادي الماينس 10 اللي احنا اتكلمنا فيها المره اللي فاتت. تمام؟ يبقى ده ممكن اشتغل بيه عشان احسن الباندويث. ما عندوش فيز لكن عنده مشكله ان عدد اللايرز زياده محتاجه تبقى بالانسد لو كانت التخانات بعيده قوي عن بعض. تمام؟ لو حد عنده اي فكره ثانيه ممكن يالف هو حاجه ثانيه، مفيش مشكله، يعني طرق الاكسيتيشن مفتوحه. تمام؟ الكريتيكال بوينت هو ازاي الواحد يكسايت على الانتنه الكوركت مود الكوركت كارنت ديستريبيوشن ساتش ذات الراديشن يبقى از ديزاير. يعني انا عايزها تراديت فوق، ما ادورش على نقطه فيد كارنت يخليها تراديت نال فوق، دي كده الرونج مود، انا كده باكسايت الرونج كارنت ديستريبيوشن. تمام؟ زي ما يكون واحد بيكسايت دايبول بدل ما خلى الكارنت تبقى ماشيه كده خلى الكارنت تبقى ماشيه ايه؟ كده. يبقى ده كده بيراديت زيرو، بينما ده بيراديت ده المظبوط لو انا عايز اراديت ماكسيمم كده، ده غلط لو انا عايز اراديت ماكسيمم كده. مفهوم؟ ماشي يا شباب؟ كمل المره الجايه.